القضية اللي رح نحكي عنها هلأ هي قضية للأسف ليلة من الناس اللي بيعرفوا بالفعل شو عم بيصير. نطلع على سجن رومي ما منشوف إلا مبنى وإضبان حديد وأبراج مراقبة وحيط رمادي مخيف جدا، ولكن ورا هيدا الحيط حكاية كتيرة وعالم مليان بالأسرار مليان بالمقاسي. حكاية من حكاياتها السجن هي حكاية شادي، شاب عمره 21 سنة مواليد 91. دخل شادي إلى سجن رومي لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 9 أشهر بتهمة السرقة، وكل شاب أو كل إنسان ممكن يوقع بالخطأ وممكن يسرق. خلال محكوميته تناوب عليه 11 مختصب. قصة شادي بنسمعها أنا وياكم، قصة مش لازم يتابعها من هم دون ال 16 سنة، فبدعي الأهل يلي عم يحضر وهو عمره أقل أو أصغر من 16 سنة إنه ما تخلوه يتابع هذه القضية، ولا كل حدا بيحب يتابع تفاصيل التصوير بدقة. معلش عم بحكي هون أشياء تقنية، مفروض تطفو الضوء لأنه في تفاصيل معينة ما بتبين إلا لما بتطفو الضوء. هيدا الريبورتاج بنحضره نحن وياكم وقصة شادي. شادي، عمري 21 سنة. كان صار لي 9 أشهر موقف لأني سرقت. أنا وبوطة من أصحابي أخذنا غراض من المحلات وكمشونا على الكاميرا. حطوني بسجن الأحداث برومية بالنظارة رقم 1. من أول ما فتت كانت النظارة مفعولة بالمساجين، ما كان في محل نام، نمت على الأرض. نمت تحت سجين اسمه عادل المصري، وصار يتحركش فينا من أول ليلة وبنص الليل. في واحد بيقولوله شاويش الغرفة اسمه إيلي نهر، عيطت له هو والمساعدين تبعه اشتكي لهم، بس تكتوني ورجعوني محل ما كنت لنام. تاني يوم خبرت مساعده للشاويش اسمه محمد طايع، ما صدقني وصارت تصير أكتر من مرة وما حدا يصدقني. ورجع بعد شهرين فات سجين جديد على النظارة اسمه إبراهيم حمود. وبما كان صار له ليلتين قرب لحد وطلب مني فوت على غرفته بحجة إنه عايزني الموضوع، وكانت الساعة 4 الصبح. أول ما فتت على الغرفة هددني بالقتل بالسكين أو بالقطعة مثل ما بيسموها بالحبس حتى على رقبتي. طلب مني ألعب له بيع، وعملت مثل ما بده ورحت نام أنا وعم ببكي. تاني يوم الصبح لما فقت هددني بالحبس وإنه رح يركب لي تركيبة لأنسجن 5 سنين إذا بخبر حدا عن يلي صار. كانوا يخافوني يقولوا لي إنه هيدا بطق براغي، ما كنت أفهم بالأول، بعدين عرفت إنه طق براغي يعني بيركب تركيبة. كان يحط لي حبوب بالشاي وأمرار كان يجبرني أخذها مع المي. كنت أخذ حبتين وأمرار أخذ أكتر، ويصير كأني غايب عن الوعي وما حاسس شو عم بيصير فيه. وفي مرة فقت الصبح قالوا لي بعد ما وعيت إنه حطينا لك 6 حبات بنسكسول بالشاي. أكتر الأمرار كانوا يختصبوني بغرفة إبراهيم أو بحمام النظارة. كانت كلها تصير من بعد نص ليل بعد ما يناموا السجناء، وكانوا المسجين محمد حرب وعلي السبلاني ووسام المستراح يحرصوا الأوضة لإبراهيم. ما كانوا هن يتحركوا فينا
بس علي السبلينة حاول مرة بس ما كنت أقبل معه. كانوا يعيطولي لإبراهيم الأرنب وأنا ما كنت أعرف شو يعني. آخر شي قالوا لي إنه هذا المعروف إنه رجال. في شادي شبق كمان كان يجبرني أعمل له مساج على فخاده من جوا قريب على ومارس مع الجنس مرتين، وكان يحط لي حبوب بالشاي ويجبرني إني أخذه. كمان في داني نجم عيط لي على غرفته ونعني إني أفرك له ظهره. وأنا وفالي اللي اغتصبني بالقوة وهددني بإنه رح يدعي علي عم بسرق أغراض من النظارة. ومرة لحقوني صلاح التيتي ومحمد الطايع على الحمام واغتصبوني كل واحد مرة. كمان في سجين اسمه عماد الطور اغتصبني مرة بعد ما هدد إبراهيم حمود. كان إبراهيم يهدد المساجين وكان ياخذ منهم مخدرات ودخان وغيرات مقابل إنه يخليهم يغتصبوني. كتير تعذبت بالحبس وما حدا كان يحميني أو يصدقني. الحراس اللي لازم يكونوا مسؤولين عن الأمن هن كانوا أكتر شي خافوني. هن اللي بيبيعوا الحبوب ومسيطرين على كل شي. مافيا كبيرة. في منهم بيبيعوا تيابهم جوا كرمال ياكلوا لأنه الأكل ما بيكفي وأكيد ما بيتاكل. أنا هلأ خايف ما بعرف وين بدي أشتغل أو شو بدي أعمل. ما عدت أثق حدا. من أول ما طلعت ما تعطيت مع حدا. حاسس حالي بدي أنتقم. بدي أقوي حالي وفوت على السجن. أرجع لأعمل فيهم يلي عملوا فيي. حياة برات السجن صارت هلأ أصعب علي. أهلي ما بيحكوا معي. كله بيطلع فيني بنظرة ما بعرف كيف. ساعدونا ما بعرف شو بدي أعمل. سرق، عمل غلطة، ليكو وين صار. بحب شير انه اولا تم تغيير اسم الضحية والاماكن حرصا على سلامة التحقيق. هالاغتصاب لشادي بشكل يومي بين الساعة 1 و5 صباحا عم بيصير او بالقوة او باستعمال العنف او بعد تخدير شادي للأسف بالحبوب يلي عم تنوضع بالشاي واللي عم تنوضع بالمي. وين كانوا حراس السجن اثناء عمليات الاغتصاب وليش ما حدا التفت لشادي وساعده؟ شادي بخاف من الحراس أكتر ما بيخاف من السجنة مثل ما سمعتوا عم بيقول. بيقول هيك، بيقول إنه المافيا، ولأنه من غير الممكن إدخال الحبوب والمخدرات دون مساعدة بعض العناصر، وهيدا شيء صار معروف بكل المراحل اللي تبعنا فيها قضايا السجون بلبنان. وقائع وحقائق. عرفنا انه النيابة العامة العسكرية حققت بهذا الموضوع وهن مشكورين، انما لغاية اليوم لم يتم توقيف اي رتيب او اي عنصر امني من العناصر يلي بالسجن أو أي ضابط. ما منعرف وين صار التحقيق. المساجين برومية هن اللي بفتشوا الموقوفين الجداد أو أهالي السجنة الزائرين بسبب عدم توفر العدد الكافي من العناصر، وهذه قضية تستحق أنه نطرحها ولازم نضوي عليها لحتى الحكومة وكل السياسيين بلبنان يدعموا وزارة الداخلية بهذا الموضوع لنلاقي حل. وكمان بخاف من بعض العناصر، عناصر الأمنية من السجنة ومما يملكون من معلومات عنهم للعناصر حول إدخال الحبوب والتليفونات والممنوعات بعلم العناصر الأمنية. عرف أنت حر كمان أنه خلال التحقيق تم استدعاء سجينين هني حسن علو وفوزي شحرور، ونشر هذا الكلام بالجرايد، اللي هني مسؤولين عن كل الانتفاضات برومية وعن حرق سجن البترون وعن سجن الأحداث برومية. وعرفنا كمان أنه القاضي العسكري طلب نقل السجين أو السجينين إلى مبنى آخر، ولكن لهلأ مديرية قوى الأمن الداخلي ما نفذت هذا القرار بحجة أنه هيدا السجين ممكن يحرض السجنة على الثورة داخل السجن، وهيدي يمكن مش حجة لأنه واقع وكلنا بنعرف أنه في سجينين أو ثلاثة هن المتحكمين. يعني تخيلوا سجينين أقوى من القاضي اللي عم بيحقق بحسب سجناء رومي مثل ما هن بيقولوا. يتم التحكم بسجن رومي مثل ما قلت من قبل سجينين أو ثلاثة. هن بيقدروا يخلقوا توتر، بيقدروا يعملوا تمرد بأي لحظة
وهون السؤال، لماذا لم تتحرك النيابة العامة العسكرية لاتخاذ إجراءات ومعاقبة السجين ووضعه بالحبس الانفرادي؟ وهون بقول كمان من بعد ما عملنا ريسيرش طلع ما في سجن انفرادي برومية، يعني من بعد آخر انتفاضة صارت بسجن رومية لا يمكن تهديد السجين بأي شيء، ما بيخاف من أي شيء، يعني ما عنده شيء خوفه، أكتر شيء ما في عنده عقوبة، ما في سجن إفرادي، ما في شيء موجود. وليش للأسف بيحكم المتطرفين السجن وبيتحكموا فيه؟ وبالختمة، ختمة هذا الملف، بقول شو مصير شادي بعد السجن؟ ماذا بعد السجن؟ اليوم بدل ما نصلح شاب عم يسرق بسبب الحاجة عملناه مجرم، وصار مجرم أكبر بكتير، وصار عنده خوف من الهوية الاجتماعية ومن العلاقات العائلية، ما عاد عم يقدر يمارس حياة طبيعية، ما عاد عم يقدر يندمج بالمجتمع بأي شكل، أكيد حياته الجنسية رح تصير سيئة جدا وتأثر عليه بالمستقبل. تخيلوا كان عم بيقلكن أنه بده يقوي حاله لحتى يدخل مجددا إلى السجن وينتقم منهم للي عملوا فيه هيك، وإذا مش فيهم يمكن بغيرهم. إخفاق السجن للأسف بالحد من الجريمة وإخفاقه بالإصلاح، يعني إخفاق نظام العدالة بأكمل، وهذا شيء مش مقبول، لازم نضوي عليه قبل ما نوصل إلى الهاوية. عمل القضاء والأجهزة الأمنية والمدعين العامين والمحامين كله بيروح على الفاضي لما تكون داخل السجن، هيدي هي النتيجة اللي عم بتصير. مش بس من كافح الجريمة بالخارج، في جريمة كبيرة بالداخل. السجن هي قضية معقدة جدا وبدها ملفات وملفات بحلقات لاحقة من انت حر. الرقابة لازم تتعزز بالسجن، لازم يصير في مزيد من العناصر، لازم يمكن يصير في مؤازرة من عدد من الوزارات، ما تكون الوحيدة وزارة الداخلية المسؤولة، ووزراء الداخلية السابقين والحاليين عطول بيطالبوا الوزارات، ممكن وزارة العدل وغيرها من الوزارات انها تحط ايدها كمان معهم على السجن، ويصير في رقابة اكثر من هيك. هذا الملف وملف السجون رح نضل نحكي عنه أكيد بانتحر.